الوضع في غزة هو الوضع صعب وصعب جدا، وحنا عندنا اليوم اتفاق، حنا الحكومة الإسبانية، على أن هذا الوضع هو وضع لم يعد يطاق، وكنتقاسموا مجموعة من المبادئ إزاء هذه القضية هذه، واللي وضحها جلالة الملك في خطاب في الرياض أثناء القمة المشتركة العربية الإسلامية. نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة. نحن مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت. ونحن مع إيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية بشكل كافي وبدون عراقيل. ونحن مع تقوية دور السلطة الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وكمحاور أساسي للمجموعة الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ونحن كما أكد ذلك جلالة الملك مع مقاربة اللي كتخرج المجتمع الدولي من منطق تدبير الأزمات في هذه المنطقة إلى منطق بناء سلام دائم وعادل. إلا كنا فقط غادي ندبروا هذه الأزمة باش نوجدوا الأزمة أخرى، فهذا غيخلينا في واحد الحلقة يعني مسترسلة من الأزمات، من الصراعات وغيرها. ما يطالب به المغرب، ما طالب به جلالة الملك، هو واحد الموقف واضح، هي واحد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته لإطلاق عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين وبإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه هي العناصر اللي كيشوف المغرب بأنها ضرورية. المغرب كان دائما واضح في هذه المواقف، والمغرب ما كيحاولش يعالج هذه الأزمة اليوم كمعالجة ظرفية. المغرب وجلالة الملك أكد على ذلك أكثر من مرة، يجب الخروج من منطق تدبير الأزمات في الشرق الأوسط إلى منطق حل هذه الأزمات بشكل عاجل دائم، وأخذا بعين الاعتبار الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وكذلك يعني حق إسرائيل في أنها تعيش في أمان وسلم في مناخها الإقليمي.